اسمي سارة أفضل من مدينة جدة وعمري 20 سنة. كل حاجة عندي تلهمني من شغل رسامين تانين والخط العربي وعمايل شقوفها زخرفة إسلامية، وكمان كلمة بسيطة تلهمني وتخليني أعبر عنها بحبي وشغفي للرسم، وحتى اللامبورغيني كمان تلهمني. نفسي أدرس الفن والخط، ما أبغى أكتفي بيهم كمجرد موهبة وهواية، مرة تصيب في الرسم ومرة تخيب، أبغاها حاجة أرتكز عليها كأداة في حياتي، حاجة حقيقية. مو بس أدرس، كمان أبغى أتقنه بشغف، كل حاجة عشان توصلني إني أرسم رسمة لما أحد يطلع لها تلهمه ويضيع في تفاصيلها. هذا طموحي الصغير بالنسبة لي الكبير. أدعموني بتصويتكم وصوتوا لي عشان إن شاء الله لو فزت أقدر أحقق طموحي وأبدأ أدرس الشيء اللي أنا أحبه.